ده تاني سنة إن أنا أتعامل مع ميركل هول من أقوى الشركات اللي أنا اشتغلت معاها. كل المجموعة اللي في ميركل هول ناس محترمة، ناس فاهمة. هي شركة ميركل من أحسن الشركات اللي اتعاملنا معاها في المجال دوت. دايما مواعيد محترمة جدا، تخصصات ممتازة جدا، دايما بيقدموا لنا الحاجات الجديدة اللي حتى تكون بدأت في السوق عامة. Especially Madam Nesrin, and we are, you know, very happy with the fleet cleaning, with the fast time, with all the handsome guys. They are working very fast, so yeah, it's very impressive. We really like American-owned company, the service. The installation and the construction is quite good, and everything is very, very clean. Thank you too much. حابب طبعا اشكر شركه ميركل ان على الديزاين الممتاز اللي اتعمل والتعب والمجهود اللي اعتقد ان هو ظاهر ورانا دلوقتي. من احلى الاستاندات اللي موجوده النهارده في المعرض، واحنا باذن الله ده بدايه التعامل في طلبات الحريق. ان شاء الله احنا مكملين مع بعض في المعرض اللي جاي ايجيبس، معرض بيوتريكس، وان شاء الله مكملين دايما مع ميركل ان. شيء رائع صراحه، وشيء يعني يفوق الخيال. احنا ما كناش متوقعين ان هو هتحصل كده، بس حصل منهم فعلا ان هم انجزوا في الوقت المناسب دون دعم من اخر لحظه. بس حقيقه اول مره حتى الزملاء كلهم معايا في الشركه بيقولوا نفس الكلام، ان هي من اكثر الشركات المحترمه والمؤهله لتنفيذ المعارض. حقيقه يعني فوق قياسي يعني وبستاندر عالي. Need to thanks to the Miracle On for helping us to build a booth for the CIEC and the CSSC. Because this is our first time, the first exhibition in Egypt. And thank you the team and the Nesrin also to help us a lot during the setup day and the exhibition day. Yeah, we are very happy and very satisfied the service of Miracle On. Yeah, hope to see you again. Thank you. الموضوع فعلا تصميم والديزاين، الناس كانت فعلا عند حسن ظن بيهم، بل بالعكس في بعض الحاجات كانت اكتر ما كنا فعلا متوقعين. الخدمه، المستوى، السرعه، الموضوع فعلا كان فيري بروفيشنال. بقالنا اكتر من مره مع بعض في اكتر من معرض، اداء فوق المتخيل الصراحه، تسليم رائع، تعاون من كل افراد الشركه بتاعتكم. شكرا على ادائكم معانا، وان شاء الله مع بعض السنين الجايه ومع بعض على طول. احب اوجه الشكر شركة ميركل اون على المجهود اللي عاملينه معانا. ده رابع معرض معاهم. احنا بصراحة بيقدموا اكتر من المتوقع، ودي حاجة بتبقى ممتازة جدا من كشركة بتاعت معارض. التوقيتات بتاعتهم اكتر من ممتازة، التصميمات بيحققوا اللي احنا عايزينه بالظبط، التنفيذ مفيش اي اختلاف عليه. انا بصراحه كنت متوقع ان هم يعملوا شغل حلو قوي لقنديل، ودي اول مره احنا بنتعامل فيها مع بعض، وان شاء الله مش هتبقى اخر مره. الميزه ان هم ديتيل جدا وبيهتموا بكل التفاصيل، وانا بحب التفاصيل دي قوي، وكانوا بيقدموا كل الدعم وبيحاولوا ان هم يعملوا كل مجهوداتهم عشان خاطر الجناح يطلع في احسن شكل ممكن. دي اول سنه بتعامل فيها مع امريكا لون. الحقيقه كان بترشيحات من أكتر من حد. الحقيقة وجدنا منهم تعاون، ناس تكنيكال كويسين، ناس بروفيشنال، والحقيقة لما بيبقى عندنا مشاكل هم كانوا يساعدونا في الحلول. وصلوا معانا الحقيقة لحد آخر يوم قبل الافتتاح بساعات، والناس شغالين معانا مجتهدين ومتعاونين. إن شاء الله أي مشاركة في أي معرض آخر هيكونوا هم في بداية الأولويات، أول حد هنفكر نتعامل معاه تاني. أكيد هرشحهم لأي حد هيسألنا. كان التعامل صراحة جدا تعامل احترافي، التصاميم كانت
بالضبط زي ما احنا طلبنا. كل البنود اللي احنا اتفقنا عليها كانت متواجده ومتوفره، كل طلباتنا اللي احنا ما اتفقنا عليها من الاساس وطلبناها لبيت. فاحنا يعني ما هي اول مره احنا نتعامل مع شركه ملك الان، قد تعاملنا من قبل في السنه الماضيه وتعاملنا هذه معهم المره الثانيه، وان شاركنا ان شاء الله السنه الجايه حنتعامل معهم المره الثالثه. اشوف انها من افضل الشركات الموجوده هنا، ويعطيكم العافيه والشباب جميعا يعني ما قصروا من اكبرهم الى اصغرهم. اهم الحاجات اللي دايما بدور عليها اللي هيعمل معايا المعرض هو الفينش، وميركل متميزين جدا بالفينش بتاعهم، ان هو فعلا بيسلمني زي الديزاين ما هو عنده. انا شايفه ان هم النتورك بتاعتهم قويه جدا. انا لما ببقى داخله معرض ببقى مطمنه جدا طالما ميركل هم اللي مسؤولين عنه. For the Miracle Ahem team to give the opportunity to say something to you. يمكن دي تاني أو تالت سنة بنشتغل مع Miracle On. الشركة محترمة جدا في التعامل. السيرفيس فيري بروفيشنال. احنا عندنا دايما في أي طبيعة شغل بيبقى فيه تغيرات في الآخر. طلبات ممكن بنقول إن هي إضافية أو في آخر لحظة. من ضمن المميزات إنه شركة Miracle On لما بنطلب أي حاجة في وقت صغير قوي أو في تايت ديدلاين، بحس إن الشركة كلها بتشتغل علشاني. نقدم شكرنا الجزيل إلى شركة Miracle On على مجهودها، على احترافيتها في العمل بدءا من بداية المشروع وتقديم عروضها، تصاميمها، البروبوزل، الاهتمام بأدق التفاصيل. العمل جدا احترافي، جودة عالية، التزام بالمواعيد، التزام بالوقت، الالتزام بأدق التفاصيل، كذلك التعاون في عملية التغييرات المطلوبة في أرض الواقع لتواكب المنظر العام للبوث. أحب أشكر كل التيم بتاع Miracle On على الكوبريشن اللي حصل في تجهيز البوث بتاعهم في معرض بيج فايف. بصراحة ناس بروفيشنال جدا، أحب أشكرهم مرة تانية، وإن شاء الله بإذن الله تعاون في السنين اللي جاية كمان في معارض تانية بإذن الله. طبعا يمكن ديت رابع سنة بنتعامل فيها مع شركة Miracle. حقيقة ما ارتحتش في التعامل في شغل المعارض بتاعتنا قد ما ارتحت مع شركة Miracle بصراحة. منتهى الالتزام وكوميتد لكل اتفاق بنتفق عليه، بالنسبة حتى للديزاينز على أعلى مستوى. يمكن السنة دي كمان الشركة بصراحة وفرت لنا ديزاين أو عملت لنا ديزاين على حسب كل الأفكار اللي احنا كنا عايزينها. الحقيقة الشركة ديت فعلا يعني داخليا وبالنسبة لي أنا اتخذت قرار إن أنا أتمنى إن أنا أتعامل معاها دايما في كل المعارض اللي جاية. كفاية بس إن أقول إن شركة Miracle On بالطاقم بتاعها بالتيم بتاعها أثناء التجهيز كانت أول شركة دخلت مركز مصر للمعارض الدولية. السنة الثانية على التوالي احنا بنتعاون مع شركة Miracle On. من أول لحظة كانوا أول الناس الموجودين داخلين القاعة وأول ناس دخلوا الحاجة، سرعة وحضور والتزام أكثر من أي ناس موجودة حوالينا. بالإضافة برضو للصيانة المستمرة يومياً للستاند بتاعنا. لفينا كتير، ويمكن ده كان بالنسبة لنا حاجة كويسة، لأن مع Miracle On من أول الديزاين فيز الكونسبتس كلها مختلفة، الكواليتي بتاعة الديزاين والأندرستاند بتاع الشغل بتاعنا كان فعلا مختلف عن أي حد عملنا معاه قبل كده. يعني شكرا جدا، فاهمين شغلكم كويس قوي، كل حاجة ماشية أب تو سكادول وأز تو بلان. أي إيديتس كنتوا معانا فيها فليكسبل والدنيا كانت مانجر جدا. السنة دي أول الحقيقة أول سنة نتعامل معاهم، والحقيقة كل اللي وعدوا بيه نفذوه وخلصوا قبل الوقت اللي احنا متفقين عليه. الشغل بتاعهم هايل، يا ريت كل الشركات في مصر تبقى بنفس الجودة ونفس التنفيذ الاتفاقات. بقالنا تقريبا حوالي 5 سنين شغالين مع Miracle.
يمكن سنة سنة لا، أو سنتين وسنة لا، بس يعني بشكل عام من أحسن الشركات فعلا تقدر تتعاون معاك. نجحنا المرة دي في أقل من شهر ما بين الإيفنت اللي فات والإيفنت ده إن احنا نطلع ديزاين مختلف وحافظ على نفس الستاندرد اللي احنا شغالين بيها. إن شاء الله تكون بداية لتعاون أكبر السنة الجاية في أكتر من إيفنت. تاني تعاون بيننا، احنا تعاملنا قبل كده مع شركة ميركل من حوالي 6 سنين، والسنة دي اشتغلنا مع بعض معرض من أكبر المعارض، معرض سيراميكا ماركت. الحقيقة كانت المساحة بتاعتنا كبيرة وفيها تفاصيل كتير، وكان مهم جدا يبقى الديزاين والتنفيذ على أعلى مستوى. طبعا عشان كده احنا اخترنا شركة ميركل، عشان هي شركة عندها اكسبيرينس في المعارض كبير قوي، هي شركه تعاملاتها كلها بروفيشنال. الحقيقه هم كمان عندهم اصرار ان هم يطلعوا اي عمل بيعملوه يعني على اعلى مستوى. كنا سعيدين بالتعاون معهم السنه دي الحقيقه، وان شاء الله يبقى بينا تعاون كتير. الحمد لله يعني الامور طلعت زي ما انا توقعت بالظبط. الحاجات الحمد لله كويسه جدا من ناحيه الفينشنج ومن ناحيه الديزاين ومن ناحيه الالتزام بالمواعيد. من احسن الشركات اللي احنا تعاملنا معاها في مجال التصميم والاستراكشر بتاع البوسات يعني. شكرا.